كيف تحسن وكيف تعيش بالإحسان مع الناس، وإيه علاقة ده بمنزلة التوكل. شوفوا، خلونا نبدأ ونقول إن الإحسان ملوش سقف. يعني إيه ملوش سقف؟ يعني ابدأ زي ما أنت عايز، الإحسان طلع أحلى ما عندك. لغاية فين؟ مفيش سقف. أنت وجمالك، أنت وإحساسك، أنت وإبداعك. عبادات كتير لها سقف. الصيام له سقف، من الفجر لغاية المغرب 30 يوم خلاص، حاجات كتيرة لها سقف. لكن الإحسان ملوش سقف. طلع الجميل كمان 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 إن شاء الله تبارك وتعالى. إن مش كل حاجة لازم تبقى جوه فريم. في حاجة كده أنت وأنت بقى مع ربنا. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنت تحسن وهو يديك أحسن، أنت تحسن وهو يديك الأحلى والأحلى، ويحسن لك حياتك أحلى وأحلى. وده منطقي، لأن الإحسان معناه أصلاً أن تعبد الله كأنك تراه. طب ما هو ده موضوع ملوش سقف، فكان لابد أن ممارسة الإحسان تيجي من فكرة الإحسان، هي كمان مالها السقف. في حسن وفي أحسن وفي أحسن وأحسن وفي إحسان كامل وفي حسنى، أسماء الله الحسنى، كله درجات. مثلاً عبد الله، هات إيدك هسلم عليك يا عبد الله، ده حسن كويس طبعاً. لكن هسلم عليك وعيني في عينك، ده أحسن أكيد. لكن هسلم عليك وأنا مبتسم زي ما أنت مبتسم، أكتر أردني شفته مبتسم في حياتي مع حبي الشديد كلهم حبايبي وبلد غالية على قلبي، أكتر أردني مبتسم. لكن هبتسم في وشك، ده أحسن وأحسن. لكن هبتسم في وشك وعناية كلها رحمة، وإنت هتحس بيها، ده أحسن وأحسن وأحسن وأحسن. لكن مش هشيل إيدي من إيدك إلا ما أنت تشيل إيدك من إيدي، ده أحسن. وإيه ده؟ ملوش سقف. طلع 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 أحلى ما عندك. طب إيه أكتر حاجة أقدر أمارس بقى فيها الإحسان بقى، هي كمان مالها السقف جوه الإحسان؟ حسن الخلق مع الناس. مش إحنا بنقول مع الناس؟ لأن حسن الخلق مع الناس فعلا ملوش سقف. ابدع بقى مع الناس زي ما أنت عايز. ها، هتطلع إيه حلو مع الناس؟ هتطلع إيه مع أمك وأبوك؟ هتطلع إيه حلو مع الغلابة؟ هتطلع إيه حلو مع عموم الناس في الشارع؟ ولذلك أعلى ثواب في ديننا على حسن الخلق. حسن الخلق من الإحسان، ما هو كلمة حسن جاية من الإحسان. إيه هتطلع إيه؟ يعني شوفوا الأحاديث النبوية على حسن الخلق، ومين يقول لي إيه الملاحظة اللي تجمعها؟ أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أكمل الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً. أحسن الناس إيماناً أحسنهم خلقاً. أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. مين يقول لي إيه اللي جمع كل الحاجات اللي أنا قلتها دي؟ كلهم صيغة أفعل. برافو كاميليا. أفعل يعني إيه؟ أحسن حاجة ترضي ربنا، مفيش أعلى من كده. فحط على حسن الخلق لأنه ملوش آخر أعلى الثواب. حلو الكلام، لدرجة أن العلماء قالوا فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التدين، لأن التدين هو الخلق. الناس فاكرة أن المتدين بس اللي حافظ كتير وبيقول كلمات دينية كتير، لا، المتدين الحقيقي هو اللي أخلاقه حلوة. طيب عرفنا كده حسن الخلق والأحاديث بتاعته. طيب نيجي ونقول، خلي بالكوا بقى هنا في حاجة مهمة جدا، حسن الخلق غير الأخلاق الأساسية. في حاجة اسمها أخلاق أساسية وفي حاجة اسمها حسن خلق. لا، ما هما الاتنين زي بعض. لا، من الاتنين مش زي بعض. الأخلاق الأساسية تقع في دائرة الحلال والحرام، حسن الخلق يقع في مجال الجمال والإحسان والإبداع والدرجات العليا. الأخلاق الأساسية الصدق والأمانة والعدل، ده حلال وحرام، ده يدخل جنة ونار. انت بتتكلم في ايه؟ ده قلب ايه ده؟ انت من غيره تخش النار. من غير الحاجات دي، الغش والخيانة والكذب والظلم، دول دائرة حلال وحرام. طب ما الحسن الخلق ده دائرة ايه؟ ده دائرة انك بترش على الخلق جمال وابداع وحلاوة. انت كمان مش عايز تبقى بتصدق مع الناس، عايز تبقى كذاب. دي دائرة الاخلاق الاساسية. ففي أخلاق أساسية وفي محاسن الأخلاق. أنا كنت ما الحسن الخلق يدخل في إيه؟ يدخل في السماحة، يدخل في جبر الخواطر، ده مش حلال وحرام. يدخل في الوجه المبتسم المشرق، يدخل في الرفق،
يدخل فيه عدم جرح المشاعر، يدخل فيه الأدب، يدخل فيه الذوق. آه أنت عايز تقولي إن هما حاجتين مش حاجة واحدة؟ طبعا حاجتين مش حاجة واحدة. في حاجة ده حلال وحرام يا ابني، ده أنت كده تخش النار، وفي حاجة لا ده هنا بقى الجمال والإبداع والإحسان. اوعى تفهم من كلامي إن أنا بقولك مش مهم الأخلاق الأساسية، دي هي الأصل. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، الفريضة الأول، الفريضة هي الأخلاق الأساسية. ما الحسن الخلق إيه؟ رش بقى على الأخلاق جمال ولطف وذوق وأدب وحنان وعطف، مش حلال وحرام، حسن خلق. هم عاملين زي، عارفين المعادلة الشهيرة 80-20 اللي في الإدارة؟ الأخلاق الأساسية محتاجة مجهود 80%، صادق، أمين، وفي، عادل، 80%، كويس؟ بس مردودها عند الناس 20%. ليه؟ هو أنت كنت عايز كمان تكذب عليا؟ ليه؟ هو أنت كمان كنت عايز تخني؟ ده قلب به 80 مجهود 20. حسن الخلق محتاج 20% مجهود، لأن الابتسامة سهلة، لأن الطبطبة سهلة، لأن الكلمة الحلوة سهلة، بس أثرها عند الناس 80%، لأن الناس بيقول ده ابتسم في وشي، الناس ما بتقولش ده ما خنيش. فهمتوا 80-20 معناها إيه؟ الأخلاق الأساسية 80% مجهود تجيب 20%. يا أخي ده أنت جبت الصعب، حط بقى 20% حسن خلق واكسب 80% حب الناس. حلوة الفكرة؟ حلو. بس خلي بالكم، أقربكم مني مجلساً دي مرتبطة بحسن الخلق. هو أنت عايز تبقى كذاب أو أن أنت بس ما بتكذبش تبقى رفيق النبي في الجنة؟ هي بسيطة كده، حط حسن الخلق وطلع أسهل بعد ما تكمل الأخلاق الأساسية. أنت عايز تقول أن كل الأحاديث اللي أنت قلتها بتاعت حسن الخلق مرتبطة بالنوع التاني اللي أنت قلت عليه، الرحمة، الحنية، جبر الخواطر، الرفق، السماحة؟ أيوة. طب هو حسن الخلق ده ربنا يدينا قدامه إيه؟ الأخلاق الأساسية وعرفنا حلال وحرام، جنة ونار. طب حسن الخلق ربنا يدينا قدامه إيه؟ ثلاث حاجات كبيرة. أول حاجة طاقة روحية هائلة. ليه؟ عشان اسم الله الشكور. إيه العلاقة؟ لا يمكن تعمل حاجة حلوة مع حد إلا ويشكرك عليها. طب حزود، يشكرك أكتر، وشكر الله لا يأتي على قد اللي انت عملته. لا، الشكور مش الشاكر لازم يديلك أضعاف مضاعفة. تقول العرب أرض شكور، تديها مية قليلة تديك إنتاج كتير. تقول العرب ناقة شكور، تديها علف قليل تديك لبن كتير. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور، تعمل قليل يديك كتير، يشكرك كتير. الفرق يا دكتور ما بين الشاكر والشكور؟ شكور على وزن فعول وهي صيغة مبالغة، وبالتالي كل ما تطبطب وتبتسم وتقول كلمة حلوة وتكون عندك سماحة ويكون عندك خير، أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة. يا نهار أبيض، دي متولية هندسية. طب لغاية إمتى؟ طول ما أنت شغال هو ربنا مكمل. مش قلنا ملهاش سقف؟ مش قلنا الإحسان ملوش سقف؟ وشكر ربنا ليك ملوش سقف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دي الجائزة الأولى. الجائزة الثانية اللي يديها لك ربنا على حسن الخلق، محبة في قلوب الناس عجيبة، قانون من قوانين ربنا. تحسن خلقك بالحاجات الحلوة، العشرين في المية دي لازم يحبوك. الجائزة الثالثة، والجائزة دي لينا احنا، مرافقة رسول الله في الجنة. انت فاكر مرافقة رسول الله في الجنة بس على الأخلاق الأساسية؟ ده هي دي الأساس، بس المرافقة دي حاجة كبيرة. وريني حسن الخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واخدك من إيدك من على باب الجنة وبيقولك تعالى أنت رفيقي في الجنة. أنا يا رسول الله ده أنا غلبان جدا، أخلاقك كانت حلوة، فيك من صفاتي ما هو صلى الله عليه وسلم من أحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. طب حسن الخلق ده أنت بتقول إيه؟ أنت مش عارف الناس صعبة قد إيه يا دكتور عمرو، أنت عايش برج عاجي مثالي. الناس انزل للشارع وشوف مطحنة الحياة.
شوف الهرس اللي بين الناس، وشوف الغش، وشوف الندالة، وشوف الظلم، وشوف الناس الوحشة، وشوف الناس اللي بتنكر الجميل، وشوف الناس اللي ما بتفتكرش الخير. يا دكتور حسن خلق ايه؟ كتر خيرنا يا دوب على الأخلاق الأساسية. انت بتقول كلام حلو قوي، بس اول ما هقفل التلفزيون ولا هقفل السوشيال ميديا وانزل الشارع هلاقي عكس كلامك ده خالص. يقوم ربنا يدينا منزلة جميلة تقول لك كمل في حسن خلقك، هي دي المنزلة اللي هتساعدك، التوكل. شفتوا انا جاي من شفتوا الاحسان، شفتوا انا رايح فين، شفتوا انا ماشي معاكم بالمنازل ازاي، احسان وتوكل. طب والتوكل هيديني ايه؟ التوكل معناها ان انا واخد حقي من ربنا، مش من الناس. خلصنا. ما هي الناس دايما منتظره رد الفعل، حتى احنا كل البشر ربنا خلقه كده. انا اديت لك لازم تديني. اي علاقه بين طرفين، اي علاقه، لو انا بديك وانت ما بتدينيش تبوظ العلاقه، لازم كده. حتى اب وام، حتى زوجين، حتى شريكين، انا هفضل ادي وانت ما بتديش تبوظ العلاقه. التوكل بيعمل ايه؟ انا واخد من طرف ثالث. انا انت صحيح لازم يبقى فيه انا باخد من طرف، بس انا اخترت ان انا باخد من طرف ثالث. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انا الموضوع ده انت دخلت طرف ثالث معاك، الله سبحانه وتعالى. يا رب انت وكيلي، انا مش مستني من الناس، انت اللي هترد لي. هو الطرف الاساسي، هو الطرف المالك للملك. يحصل عندك ايه؟ انا مش مستني من الناس. طول ما انت منتظر من الناس مش هتعرف تحسن الخلق، لان ما ردليش. طول ما انت مش منتظر من الناس اسقطت التوقعات. أول ما تبدأ تسقط التوقعات تبدأ تطلع أحلى ما عندك من حسن خلق، لأن وكيلك ربنا. الله، يبقى التوكل بيعمل إيه؟ التوكل بيديك القوة أنك تستمر في حسن الخلق، لأن أنا مش مستني حاجة، أنا معايا الوكيل بتاعي. ووكيلي ما بيضيعنيش. من الآخر كده، التوكل هي الحاجة اللي تخلي كلامي مش مثالي. يا دكتور الدنيا هرس، انت بتتكلم في ايه؟ لا يا سيدي، وكيلك ربنا، انت واخد من طرف ثالث، كمل في حسن خلقك. لن تستطيع. من الاخر كده، لن تستطيع الاستمرار في حسن الخلق من غير التوكل. طب وكيلي ربنا. عشان كده كل يوم الصبح قبل ما نخرج من البيت نقابل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقولك قبل ما تخرج من بيتك قول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، فتقول له الملائكة هديت وكفيت ووقيت. يلا يلا بقى، طلع احلى ما عندك. انت 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 محمي. يا ولاد، انا في الدنيا دي ناس حبتني وناس شتمتني، ناس اذتني وناس ساعدتني، ناس تصيدت لي اخطاء وشتمتني على السوشيال ميديا وجرحتني، وناس أكرمتني ودفعت عني ودعت لي، ناس استفادت مني وناس قالت أنت ضرتني، وأنا مكمل في رسالتي. إزاي قادر تكمل من سن 25 أو 27 سنة وأنا دلوقتي عندي 55 سنة؟ قل لي إيه سر قدرتك على الاستمرار؟ إن أنا عايش بفكرة التوكل، إن أنا كل يوم الصبح بقول 7 مرات وعايشها وحاسسها، مش مجرد كلمات، لا 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 لا، دي مغروسة جوه حاسسها. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا معاك، أنت ورتني يا وكيلي كرم كبير في حياتي وحياة أهلي وحياة أولادي ورزقي وعشتي بتوكلي عليك، ليه ما كملش في رسالتي؟ أنا ما عنديش مشكلة، تقولوا اللي تقولوه، أنا معاك يا مالك الملك. الوكيل، الوكيل. وبعدين حسن خلقك، لن تقوى على حسن الخلق إلا بالتوكل. انسى. طب تيجي ونختم، بس نختم بحاجة حلوة قوي. اديني بقى حاجات معينة امسكها في حسن الخلق عشان اطمن ان انا ممكن اكون ان شاء الله مرافق للنبي في الجنة. اديني 1 2 3 4 حاجات امسكها في ايدي، كلام عملي. انت قلت لنا كلام حلو بس كلام عايز امسكه بقى، خلاص هتوكل على الله. امسك ايه بقى في ايدي؟ 4 اخلاق من حسن الخلق في اعتقادي، اخترتها من حاجات كتيرة في حسن الخلق، هي الأحب والله أعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتي لسيرته، وأنا من الناس اللي حبت سيرة النبي قوي. 4 أخلاق امسك فيهم بابك لمرافقة النبي في الجنة إن شاء الله بإذن الله. 1، عدم جرح مشاعر الناس وتجرحهم. 2، السماحة وجبر الخواطر. 3، الرفق بالناس وعدم العنف. 4، الأدب والذوق في التعامل مع الناس، الإتيكيت يعني. الأربعة دول أنا أدعي من قراءتي لسيرة النبي إن دول أقوى 4 حتت في كلمة حسن الخلق.
تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. قيس بقى عليهم تاخد كم من عشرة في كل واحدة من دول، واحلم بمرافقة النبي في الجنة. يلا نبدأ بالأولانية، عدم تجريح مشاعر الناس. في ناس بترمي طوب وزلط من بقها، في ناس بترمي دبش من بقها. بص بقى، بص النبي صلى الله عليه وسلم، أكتر واحد أذى النبي أبو جهل، وتاني أكتر واحد بعد أبو جهل أذى النبي عكرمة بن أبي جهل. تمام؟ أذية سنين طويلة، 20 سنة أذية وشتيمة. يوم فتح مكة عكرمة أبو جهل مات كافر، عكرمة بن أبي جهل هرب من مكة. المهم أن مراته رجعته، الستات دايماً لهم فضل على الرجال، خليته يرجع. جاي من بعيد لسه ما أسلمش، النبي صلى الله عليه وسلم شايفه جاي، وعارف الصحابة قد إيه بيكرهوا أبوه، وعارفين هو عمل إيه في النبي، وهما بيحبوا النبي. يقوم يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ يأتيكم عكرمة بن أبي جهل فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. الصلاة والسلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عدم أذية مشاعر الناس، أسلم عكرمة ومات شهيد. والبداية كانت كده، وألعلوا الرداء بتاعه فرشه له على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عدم أذية مشاعر الناس إزاي؟ خلي بالك مالها السقف بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه. يا سلام على حسن، ده مش حلال وحرام. ما تأذيهوش مشاعره. لا يمكن أنسى أن أنا أول ما تخرجت من الجامعة كان عندي 20 سنة، سافرت إنجلترا اشتغل هناك، كان عمي بيشتغل هناك فأبويا بعتني اشتغل هناك، قعدت سنة فاشتغلت شغلانة بسيطة. الشغلانة دي كنت أنا فيها أنا وواحد مصري وفي واحدة إنجليزية، إنجليزية شقرة يعني، وايت وايت يعني، إنجليزية إنجليزية يعني، اسمها أنا، لسه فاكر اسمها لغاية دلوقتي. أنا كل ما تيجي تقف وسطينا نكون إحنا بنتكلم عربي نقوم قلبين إنجليزي. مرة في التانية في التالتة قالت لنا: أنتوا بتعملوا كده ليه؟ قلنا لها: أصل النبيين قال لنا إذا كنتم ثلاثة، ما هي حتى على اللغات، فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فقالت: يا قد إيه راقي. أنا ما أسلمتش في الوقت ده، بس اتجوزت بعد كده واحد عربي وأسلمت، وقالت له: أنا أول حاجة وقعت في قلبي الإسلام لما قالوا ما ينفعش اتنين يتكلموا من غير التالت. يا إلهي، الله أكبر، الله أكبر. بزعل قوي لما الاقي ناس متدينين على منابر تشتم الناس. دي مش حسن خلق النبي، بعيد عن الكلام ده، بعيد. ده واحد. اتنين، تاخد كم من عشرة في عدم أذية الناس وعدم جرح المشاعر؟ مين ياخد كم؟ عشرة. اتنين، عشرة، يا سلام يا عبد الغني. اتنين، السماحة وجبر الخواطر. ما لقيت رسول الله إلا وابتسم في وجهي. سماحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضح. حد فاهم يعني إيه سمحا إذا باع وإذا اشترى؟ دايما بفكر إزاي يكسب اللي قدامه مش يكسب لوحده. هي دي السماحة، وين وين؟ مش أنا أكسب وإنت تخسر، في ناس بتفكر كده. ليه؟ طب ما تيجي نكسب مع بعض. دي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. السماحة، السماحة فيها إنك تقبل الاعتذارات بسرعة. السماحة فيها فن التفويت، ما تقعدش تمسك على الواحدة، ماسك لمراته على الواحدة وما بيفوت لهاش، ما بيفوت لها، ماسك لجوزها على الواحدة وما بتفوتلوش، ماسك لابنك على الواحدة وما بتفوتلوش. فن التفويت. النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو من قريش، فبيكتبوا الصلح، فسهيل مش مسلم، فالنبي بيقول له: اكتب يا علي، سيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. قال: امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم. فن التفويت. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، اكتب اسمك واسم ابوك. فقال: امحوها يا علي. قال: والله لا امحوها انا. قال: انا امحوها. يا سلام. فن التفويت. السماحة وجبر الخواطر. ما عبد الله بأحب إليه من جبر الخواطر. وما كان خلق لرسول الله في المدينة، في مكة الصادق الأمين. طب وإيه أشهر خلق في المدينة؟ جبر خواطر الناس. ثلاثة، الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل مجموعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد. السام غير السلام، السام في لغة اليهود يعني الموت عليك. فالسيدة عائشة فاهمة، قالت: وعليكم السام واللعنة. قال: لما يا عائشة؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد رددت عليهم فقلت لهم وعليكم. ما رضيت بس من غير خناقة.
الرفق. في ناس يا جماعه بتفتكر الناس اغبياء فتقعد تشتم فيها لما يعمل حاجه غلط. لا، الرفق حتى عند الخطا. والله العظيم، والله على ما اقوله شهيد، اللي انا هقوله ده حصل في حياتي والله العظيم. كنت في انجلترا وقاعد في مكان، والحكايه دي انا اول مره احكيها. قاعد في مكان، المكان دون فيه زي لوبي فندق، فكاد بنت من جنسيه عربيه وهم مش شايفين ان انا قاعد او ان في حتى عرب قاعدين، وانا معروف في ذلك الوقت. والبنت دي بتتفق مع واحد علشان فعل حاجه حرام معاه، وبيتفقوا على فلوس. فانا بمنتهى الهدوء، الرفق ده جميل جدا، الناس بتفهم. فانا بمنتهى الهدوء بكلم اللي جنبي، بس انا عارف ان هم سامعيني. فقلت له خساره ان الواحد يخسر رضا ربنا مهما كانت احتياجاته في الدنيا. بس والله العظيم البنت بكت وقامت، والله على ما اقول شهيد، ومشيت. والله العظيم بعدها باسبوع بتمشى انا وصديق تاني ليا في اوكسفورد ستريت، بصيت لقيت واحده محجبه جايه، قالت لي استاذ عمرو. قلت لسه مش دكتور، استاذ عمرو انت عارفني؟ قلت لها لا والله ما اعرفكيش. قالت لي انا اللي شفتني في الفندق. يا رب دخيلك. والله على ما اقول شهيد، يا رب دخيلك يا الله. الرفق بالناس يؤثر في القلوب اكتر